بتأثر الموسيقى على حياتنا بشكل كتير كبير، فالاستماع لها بيمكن الإنسان من الشعور بالسعادة، وهذا يلي أكدته الدراسات بأن الموسيقى تدفع الدماغ لإطلاق مادة تدعى الدوبامين، وهالمادة بتأثر على المزاج وبتعطي شعور إيجابي للفرد، كما أنها بتساعد على الشعور بالعواطف القوية مثل الحزن والاكتئاب والفرح، وبتساعد على تقليل التوتر، وخاصة الموسيقى الهادئة يلي بيعتبروها أكثر مسكن للآلام، أيضاً قادرة على القيام بوظائف مهمة بحياة الإنسان. منذكر منها تحسين المهارات اللفظية والكلامية، فكتير من الدراسات أكدت أنه تعلم الطفل للموسيقى بسن مبكر بيحسن من مهارات الاتصال والمهارات البصرية والكلامية، وبتشكل عندهم ذكاء عاطفي. كمان أشارت الأبحاث الحديثة إلى أن الاستماع للموسيقى بيقلل من مستويات هرمون الإجهاد، وهو هرمون الكورتيزول المسؤول عن إضعاف جهاز المناعة عند الإنسان وضعف الذاكرة والتعلم، زيادة معدل الذكاء. بعد العديد من الأبحاث عن أثر الموسيقى على الدماغ البشري، توصل العلماء إلى أن الأطفال يلي بيتعرضوا للموسيقى بيكون تحصيلهم العلمي جيد جداً، لأنها بتطور أجزاء معينة من الدماغ، وغير الفوائد الكتيرة ومنها الطبية. فالموسيقى تستخدم في بعض العمليات الجراحية كمخدر وللعلاج في الطب النفسي، وبتخفف من أعراض النوبات المرضية المختلفة. أيضاً بتساعد على تخفيف الوزن إذا استمعنا إلى لمدة 3 ساعات مع ممارسة الرياضة، وهي وسيلة هدوء أثناء موجات الغضب، وللتركيز أثناء الدراسة والنوم.